هذه الأزمة اللي مرت بها الولاية، ولو أنها تعتبر أزمة ظرفية فيما يتعلق بنقص مادة الأكسجين في بعض المؤسسات الاستشفائية. وهذه الوضعية خلت أن المجلس الشعبي الولائي يأخذ المبادرة على أنه يخصص مبلغ مالي يقدر بحوالي 28 مليار سنتيم من أجل اقتناء مولدات الأكسجين وكذلك مكثفات على الأكسجين ومعدات أخرى، بالإضافة كذلك إلى اقتناء سيارات إسعاف تكون طبية مجهزة أيضا بالوسائل الخاصة للمرضى في حالة الاستعجال. والمبالغ هذه استطعنا أن نرصدها من خلال تحويلها من بعض الأبواب أو من بعض البرامج اللي كانت لم يرى المجلس أنها تكون أولوية.